إلى موضوع آخر وهو عن الصداقات. بعض الأحيان يشعر بعض الناس أنه فيه ارتباك في علاقته أو صداقته مع أحد، وما يكون بعض الأحيان متأكد من مدى ولاء أو دعم أو صدق صديق معين بالنسبة له. وهنا يجي موضوع الحدس. إذا كان حدسك بينبئك بأنه هذه الصداقة ليست على ما يرام، معناته أنه جاء الوقت لتحديد نوايا الطرف الآخر، وإذا كانت هذه الصداقة أساساً تستحق عناء الاستمرار فيها. لكن السؤال اليوم، من هم أصدقاء السوء الحقيقيين؟ ومين هم الأصدقاء اللي لازم نكون سعيدين لخسارتهم؟ وكيف ممكن ننهي علاقتنا بصديق ما نبغى صداقته أو نتخلص من شخص مزعج؟ وعشان كذا إحنا عندنا ضيف مميز. ترين تقصدين شيء ولا شيء؟ أبد أبدا. أفصحي عن نواياك يا تغيير. بس فرنز. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. إيش الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. عندنا أسئلة كثير في جعبتنا اليوم. موضوع جدا مهم. ما يقدر نعيش من غير الأصدقاء، فأكيد نحتاج أن نختار الأصدقاء. إن شاء الله إحنا ما نكون أصدقاء سيئين بالنسبة لك أبو هند. لا بالعكس، أنا أتشرف. على هالسيرة إحنا كيف نقدر نعرف ونميز بين الأصدقاء الكويسين وأصدقاء السوء؟ الصراحة الموضوع يعتمد على الشخص نفسه، يعني كل شخص له بريفرنس. في شخص يكون مثلا أنا فرضا يعني عندي صديق ينتقدني، أنا ممكن ما يعجبني الموضوع، بس ممكن لعلي عندك صديق مثلا ينتقدك أو ينبهك على أشياء أنت تأخذها بصورة إيجابية، والله نبهني أو دي يشجعني أو دي يحفزني. فيعتمد الموضوع على الشخص نفسه، هل هذه الأشياء بالنسبة لي سيئة؟ في ناس يتقبلون بعض الأشياء، في ناس ما يتقبلون بعض الأشياء. فالشخص يحتاج يعرف أنا هل أنا بحس بالراحة لما أكون مع هذول الناس، لما أكون حوالين هذول الناس، ولا أنا أحس بالضغط، أحس أنه ما في تقدير، أحس أنه ما في دعم لي. فهنا الشخص يحتاج أنه يتخذ قرار بخصوص الصداقة هذه. طيب مهند، مايك شيرمان هو من أحد علماء وخبراء التنمية البشرية، حدد حوالي 7 عينات للأصدقاء. نعم. اللي الواحد لازم يتخلص منهم. وقال إنه ستسعد في حياتك إذا أنت تخلص من السبعة. نعم. من ضمنهم الحسود، الحقود، الكاذب، السارق. نعم. اللي ممكن يسرق أفكارك، ممكن يأثر عليك، المثبط لعزيمتك. صح. كيف نقدر نفرق بينهم؟ أو كيف تعرف؟ أغلب الوقت نعرف من خلال ردة فعلهم إلنا. يعني مثلا انت طرحت فكره جديده قدام شخص، هذا الشخص يحس في نفسه انه هو مثلا احسن واحد في المجموعه فرضا، وانت طرحت فكره جديده، اذا حسيته هو قتل الفكره تبعك، اعرف ان هذا هو الشخص واحد من هذول السبع، واحد من الناس اللي انت ما تريد تختلط فيهم، وتعرف انه هذا الشخص اللي هو ما راح يفرح لك، تعرف انه هذا الشخص مو هو الشخص اللي راح يدعمك، هو اللي راح يقتل افكارك، والواحد اللي ممكن يحس بالتهديد، يحس انه يقول اوكي بيطلع احسن مني، راح يطلع احسن من عندي. فبالمناسبه في كثير اسمع قصص ناس يقولوا لي على الموضوع هذا، ان عندهم هذا الصديق اللي يحسون هو يفكر نفسه انه هو احسن واحد في المجموعه. وهذا الشخص ده يحاول يغير او ده يحاول يطور من نفسه، وهذا الشخص يقتل افكاره على طول. فبيسالوني يقول شو تسوي؟ شو اعمل مع هذا الشخص؟ أحسن شيء تسويه أنه تبتعد عنه، أو إذا ما تقدر تبتعد عنه حجم العلاقة، حددها العلاقة، لا تشاركه كل أفكارك، اشتغل على أهدافك وعلى طموحك على جنب، لا تقول له كل هذه الأشياء. طيب إذا كان صديق مثلا زي تغريد تجيب أفكار غريبة جابت لنا، ما لحق عليها مهند هذه، ما اعرف للاسف ما لحقت عليها. جابت لنا هذه، هذا اختبار للصداقه يا علي والله امام الملأ، يعني شو هذه هديه؟ والله انا ما عندي مشكله اعلقها في خشمي. هذه قصه احكيك عنها بعدين ان شاء الله. بس مهند، يعني قبل شيء ذكر علي انواع واصناف من الاشخاص او الاصدقاء اللي نعتبرهم سيئين، يعني لكن طبعا مع مراحل الحياه اللي بتعدي علينا نحن نتغير، واصدقائنا كمان يتغيروا. في اصدقاء يقعدوا معانا كل ما احنا كبرنا في العمر وتغيرت مراحل حياتنا يكونوا موجودين. نعم. وفي ناس احنا تغيرنا لذلك حتى اختياراتنا تغيرت. صحيح. قبل شوية قلت انه الحل ان احنا نتخلص من هؤلاء الاشخاص. نعم. كيف الطريقة اللي انا اقدر اتخلص فيها من شخص بدأ يصير مصدر ازعاج في حياتي؟ نعم. من غير ما اجرح. نعم. كيف كنت تتعامل معه قبل؟ شو الاهتمام اللي كنت تعطيه اياه قبل؟ هل مثلا إذا كان بيتصل عليش مثلا كنت تردين على طول؟ هل ممكن مثلا ما تردين ترجعين تتصلين مرة ثانية؟ ففي طرق أنه كيف تحجم العلاقة هذه، لما ما تشارك مثلا أفكارك، مشاريعك، أهدافك ما تشاركها مع هذا الشخص، لما تكون رايح مكان تعرف أنه هذا الشخص مثلا ما راح يكون مناسب إليك هناك، ولا ما راح يدعمك، ولا خلينا نقول ما راح يبيض وجهك مثلا.
نبتعد هذه الاشياء ما بنسويها، الاشياء اللي كنا متعودين عليها نحاول نقللها شويه شويه. ما في طريقه، ما في فورمولا معينه، بس اكيد في اشياء معينه بتسويها على طول، حاول نتقللها شويه شويه الى ان ما اريد اقول تخرب العلاقه ولا تقطع العلاقه ولا تقطع التواصل، انا ما اشجع على هذا الشيء. انا دائما مع حلقه الوصل انه دائما نخلي خط رجعه، خلينا نقول، لان ما تريد انت تخسر الناس اذا الشخص مثلا ممكن هو مش عارف انه هو مؤذي. فانت ما تريد تخسره، بس صحيح. تريد تحجم هذه العلاقه، واحنا ضد يعني قطع الصلات مع الناس. بس تحتاج انه تقدم مصلحتك في بعض الاحيان، وتشوف انه هذا الشخص ما بينفعك ما بيساعدك، قلل. شو الاشياء اللي بتسويها؟ اكيد في اكتيفيتيز بتسويها مع بعض، حاول تقللها شويه. حلو. طيب مهند، من ضمن العينات للاشخاص، احنا نعرف لانه خدمه الناس هذا شرف طبعا، الواحد نعم. يتشرف فيه. بس في بعض الاحيان يتحول بعض الاصدقاء او يفاجأ بعض الناس باصدقاء ما يحتاجك الا وقت العازة او وقت المصلحه. لازم نتعامل معه، لازم ننتبه على الموضوع هذا، لانه تعرف انه هذا الشخص على طول بيتصل لك بس لما يكون محتاج عندك في شيء. ولازم تعرف شغله انه هذا الشخص مو شرط الحاجه تكون ماديه بيرة. مثلا ممكن تكون حسيه معنويه، ما ممكن يبدا يسال رايك عن الموضوع او يريد يروح مكان ما اعرفه، بيتصل لك لما يكون محتاجك. فهمت قصدك؟ اذا العطاء يجي من وين؟ انت تكلمنا على انه العطاء يجي من الاكتفاء، تكون انت مكتفي بنفسك، انت راضي عن نفسك، انت تقدر تعطي. في ناس ما يقدرون يعطون لان يكون عندهم بعض الانانيه ولا شيء. بس العطاء يكون لما تكون انت راضي عن نفسك، وانت مكتفي بحالك بافكارك بوضعك الاجتماعي، فتعطي للناس. فهذا الشخص اذا يجي يطلب من عندك وانت تقدر تعطيه، اعطيه، يعني لا تبخل عليه. لان مهما يكون راح تكون ان انت عملت له، الى ان توصل مرحله اذا حسيت انه قاعد يستغلك هنا توقف، لا تسمح لانه يستغلك. بس اذا تقدر تعطيه ما بياثر عليك، لا تساعده على انه يستمر في الخطا، اي لا تساعده انه يستمر معك. طيب بس انتبه على نفسك. لو تكلمنا عن مفتاح واحد لنجاح الصداقات، هل ممكن يكون هذا الشيء الصراحه؟ أن الواحد دائما يكون شفاف قدام الطرف الآخر. لو كان صديقي أو صديقتي زعلوني في شيء، ضايقوني في شيء، بدل ما أنا أحط هذا الشيء وأحمله في قلبي وأنا أفسره، ليش ما أنا أصارح هذا الشخص على طول وأقول له أنا هذا الشيء ما عجبني لأنك أنت سويت كذا، وأنا المفروض التصرف اللي أنا أشوفه صحيح أنه نسوي كذا. فإيش رأيك في موضوع الصراحة؟ هل هو شيء أساسي؟ leading question بس أوكي. أكيد طبعا إحنا نلقى دائما الكونفليكت أو الاختلاف اللي يصير مع الناس، لأن الناس ما يدي يتكلمون. لأن أنا أكون أنا مثلا شفت حركة من عندك ولا شفت حاجة ما عجبتني، أنا ما جيت صارحتك فيها ولا كلمتك، بس شو سويت لك؟ أنا صار عندي كونت في داخلي مثل الضغينة ضدك. أنه صار مرة على مرة تغريد كذا ولا عليك مرة على مرة. فأحسن شيء أنه تفتح قلبك ودائما. بس بالمناسبة هذه الخطوة مش سهلة. يعني مش سهل انه انت تفتح قلبك وتروح تصارح شخص وتقول له لحظه خلينا نقعد، انا ترى الموضوع اللي انت سويته ولا الكلمه اللي قلت ليها ترى اذتني ولا جرحتني. في يدخل كبرياء الشخص في الموضوع، فما يريد يتنازل ويكون هو اول شيء. بس بصراحه اذا تريد تحل اي خلاف مع اي شخص على اي مستوى، بلش اتكلم في الموضوع. ما تتوقع المواجهه. المواجهه شويه مخيفه، بس افتح الموضوع خلينا نقول. لأن في ناس يخافون من المحادثات الصعبة، difficult conversation. هذا موضوع تقرأ عليه كتب وتدرسه، أنه كيف أنا عندي conflict مع أو عندي صراع أو اختلاف مع زميلي في الشغل أو صديقي، كيف أفتح الموضوع معاه، شو الأشياء اللي أتكلم فيها، كيف راح أبني قضيتي قدامه، شو الحل، وين أريد أوصل أنا، هل أريد أصلح الموضوع ولا أريد أطلع غلطان. طيب مهند، تعرف بندر شارخ؟ طبعا. أنا عندي مشكلة معه، يقصنا في الوقت دائم. والله تعتقد اواجهه؟ انا كمان عندي مشكله اواجهه كلمه الحين لما طيب اوكي بعد شوي نواجهه انا وياك. شكرا مهند مجدي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. هيهرب هو الان ترى.